طيب خليني ابتدي مع حضراتكم بهذا الخبر الهام، وهو بيتعلق بقناة النادي الأهلي. شركة استادات تتولى إدارة قناة الأهلي وتستحوذ على برزنتيشن لايف. تعلن شركة استادات القابضة نجاحها في الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة برزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي. وبموجب هذا الاستحواذ تتولى شركة برزنتيشن لايف إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة استادات القابضة. وتسعى شركة استادات لتطوير قناة الأهلي وبرامجها ومحتواها واستوديوهاتها والوصول بها إلى مستوى عالمي يرضي عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية. ده خبر مهم جدا. بالمناسبة النهاردة هيبقى في مؤتمر صحفي بالليل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيبقى في إعلان عن بعض المفاجآت الهامة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، وهيكون كل هذا المؤتمر من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، تتابعوه لحظة بلحظة.